لعلي قلت لكم قصة تعود إلى أبي نواس الحسن بن هاني. ألا ترجمته أبو نواس معروف لكم جميعا، يعني كان الرجال مخبص آخذ يعني راحته في كثير من المعاصي. نعم. يقول صديق له اسمه محمد نافع، قال حصلت بيني وبين أبي نواس يعني حالة ورود فقاطعته، وسمعت أنه توفي فتألمت جدا، يعني تألم أنه مات وما أصلح العلاقة بينه. قال فرأيته في الرؤيا، قلت له أبو نواس، فقال لا تكنا اليوم. قلت الحسن ابن هانئ. نعم الحسن. فعرفت أنه ميت، قلت ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بأبيات قبل موتي بأيام كتبتها وتركتها تحت وسادتي، هو مريض فغفر لي الله بها. قال لما استيقظت كان همي الكبير أن أرى هذه الأبيات، فذهبت إلى بيت أبو نواس. خرج الأهل، قلت لهم أنا فلان، هل ترك أخي أبو نواس شيئا كتبه قبل موته؟ فقالوا والله ما أدري، لكنه استدعى ورقا ومحبرة قبل وفاتي ولا ندري ما أفعل. فاستأذنتهم أن أدخل غرفته التي توفي فيها، فدخلت. نعم الفراش لا يزال كما هو. حركت الوسادة الأولى ما في شيء، الوسادة الثانية رأيت رقعة، ومعلها مكتوب فيها يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسنا فبمن يلوذ ويستجير المجرمون. أدعوك ربي كما أمرت تذللا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحمه؟ ما لي إليك وسيلة إلى الرجاء وعظيم عفوك ثم أني مسلم.